رجعنا لكم من تاني. انا معاكم طبعا بعد الفاصل اللي كانت بتتكلم فيه استاذه بيري عن حاجات مشاكل تخص الاسره او حاجات من حتى لو هي حالات فرديه او جماعيه، احنا عايزين المجتمع كله يبان بافضل صوره ويبان بوجه سليم وبحاجه كويسه جدا. لذلك في البرنامج بنحاول ان احنا طبعا سواء كان مجهود شخصي من استاذه عبير على مدار السيزون اللي فات، بالكامل اللي بتحاول تدور ان هي ازاي البيوت كلها تبقى مرتاحه، ازاي الاسر كلها تبقى مرتاحه، لعل وعسى مشكله الرؤيه اللي اتكلمت فيها مره واتنين، لعل وعسى يكونوا الولاد ساعه ما تتجمع الوشوش تاني في الرؤيه سبيل ان البيوت ترجع تاني وكل واحد يرجع لعقله ويرجع لقلبه اللي في يوم من الايام اخترتها واختارتك ان انت تكونوا في بيت واحد، تستحق ان انت تراجع نفسك. الحياه طويله حبيبي. لا لا، كلام جميل الحياة قوي. طويلة ومحدش عارف بكرة في ايه، محدش عارف مين اللي مستني السندة من مين. زي ما كانوا بيقولوا، لا تخف من المرأة القوية، قد تكون في يوم من الأيام هي جيشك الوحيد. الله. تمام، يلا بينا بقى المفاجأة اللي جايبينها لكم النهاردة. مفاجأة حلوة قوي 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 قوي. شخصية قوية، شخصية هنتعلم منها وهناخد منها باور جامد قوي. استاذ محمد مصطفى، كاتب ومتخصص في لغه الجسد والتطوير الشخصي والاداري، ومدير تنفيذي شركه زابروف. يا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ انا محمد؟ مبسوط جدا معاكم النهارده والله. معاكم احنا اكتر. ازيك يا استاذ محمد؟ بخير والله. انا لغه الجسد دي انا دخت فيها جامد قوي، وقريت وحاولت ان انا استفسر عنها وافهمها، ما عرفتش. بس استاذ محمد قال لي ان استاذ محمد مصطفى هو اللي يعرفك النهارده بقى. نبدا السياق كده بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. لغه الجسد، اي انسان اتولد في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلقه، خلق فيه حاجتين. اول حاجه التعبير الخارجي والتعبير الداخلي. تلاقي واحد متعصب، في حد يعبر خارجيا تلاقيه انفعل جدا وبدا يكسر ويتعصب و وحد تاني يكبت. هل ده اللي بيكسر ويعصب بدأ قبل اي حاجه، هل هو ده ابو قلب ابيض؟ يعني القلب الابيض بيقول لك يعني انت تمام. نسمع الكلمه دي، اللي بيعصب واللي ده في قلبك على لسانك. هو اللي زي ده مش عايزين نقول برضو قلب ابيض، لان احنا بنقوي قلبه اكتر ان هو يعمل مزيد من الشغب. تمام. لكن احنا نقول ان الشخص دوت ما بيقدرش يعمل توازن. التوازن الداخلي بيخليه ينعكس على الخارج. تمام. لغه الجسد، لغه الجسد هي تعبير باطني عن الاشياء اللي انت بتفكري فيها والاحاسيس اللي موجوده جواكي وما بتقدريش تعبري عنها للاخرين، فبالتالي بتفضل مكبوته جوه. فبيحصل ايه؟ الجهاز العصبي المركزي بيدي اشاره ان في معلومه عايزه تتقال جوه ولكن ما طلعتش لفظيا، فيبدا يعمل فيه تناقض. التناقض ده بقى بيظهر على لغه الجسد، بيظهر على الحركات اللا اراديه اللي بتحصل في جسم الانسان. حكه مثلا، شخص بيعمل حركه معينه، شخص متعود يحط ايده امام صدره بالطريقه ديت، دي كلها دلالات. احنا في لغه الجسد بقى بنمسك الدلاله دي، تعالى بقى كده احنا نحللك بقى. طيب عايز اصحح معاك مفهوم. اتفضل. في الفرق بين اللازمه الحركيه، اللازمه اللي هي الواحد عنده مثلا، يعني في لغه الجسد لو اي حد جاب ايده عند مناخيره تمام يبقى بيكتب. برافو. تمام. طيب في ناس عندها اللازمه دي بسبب جيوب انفيه، في ناس عندها اللازمه دي يعني سبب ثاني خالص. انا جاي لك في الكلام، هشرح لك دلوقتي. دايما هنا تمام، او موضوع اللي هو الودن، حركة الإيد على الودن. تمام. فهل إزاي نقدر نفرق بين اللازمة ونقدر نفرق بين الحركة؟ يبقى هنا بقى في تخصص. جميل. ما ينفعش أي حد يجي يتعلم لغة الجسد ويقول لك أنا متخصص. ما ينفعش يجي يقول لك أه والله ده بيكذب، أه ده عمل الحركة الفلانية يبقى خلاص كذاب. لا يا جماعة، في سياق الحركات والوضعيات بتتعلمها زي أ ب. إحنا اتعلمنا أ ب إزاي؟ بتعلم الحرف لوحده، أ ب ت ث، وبعد كده بنجمع الحروف مع بعضها تكون كلمة، والكلمة بنجمعها كلمات جنب بعضها تكون جملة. احنا بنعمل ده في لغة الجسد، حركة زائد حركة زائد حركة، بنربطها في سياق شامل اسمه سياق قراءة لغة الجسد. فالشخص العادي لما يجي يشوف دي معناها انك بتخفي شيء. طب لما انت لو تيجي تقيم بعينه حد ناحية تاني اليمين بالظبط، ولو بص بعينه ناحية الشمال، دي كلها لو بص بعينه فوق في سياق الكلام، فكل ده ما هو دي حركات متفرقة. المتخصص بقى بيربط الحركة دي مع دي مع دي. انت دلوقتي بتقول ان هو عنده جيوب انفية، حلو، بس في سياق ماشي فيه الكلام. تمام. اتكررت كم مرة؟ رجله لما كانت لما بيعمل الحركة دي حصل فيها ايه؟ نبرة صوته اتغيرت ولا لا؟
عمل حركه تانية معاه ولا لا، فبنربط السياق ده كله. ده في كمان بلاقي ناس ليهم ضحكه معينه في الكذب. بالظبط، ما هي دي بتبقى متلازمه حتى في الكذب. الشخص لو كذب وصدق الكذب اكتر من مره بتصبح متلازمه في الصدق. يعني بالنسبه لنا احنا كقارئين لغه الجسد بيبقى صادق في الكذب. وصلت؟ فحركه مع حركه مع حركه بتدخل الشخص في سياق للقراءه. فانا بقرا الشخص مش بحركه واحده، لا انا بقول للناس يا جماعه لما تيجوا تتعلموا الحركه دي معناها كذا ودي معناها كذا، كونوا جمله وخرجوها تقدروا تكونوا متخصصين، غير كده ما ينفعش تحكم. طب لو انا دلوقتي قدامي شخص، انا مش هقول عليه مريض، تمام، انت اللي هتحكم دلوقتي، شخص بيخترع المواضيع الكذبه ويصدقها ويفضل مستمر عليها، ده يبقى ايه؟ الكذبه بتتبني اولا بالمشاعر والاحاسيس. انا لو انا بكذب بيحصل فيه تناقضات، هتلاقيني بهرب بعيني كتير، ببلع ريقي، بعمل حركات في لغه الجسد زي الحركه ديت زي الحركه ديت، زي ان انا انطوي امام صدري بالطريقه ديت، انزل رجلي تحت الكرسي، دي كلها مرتبطه بالمشاعر والاحاسيس. الشخص ده لو اتعود عليها يبقى اتعود على ده، فاصبحت عاده، والعاده اصبحت تكيف عصبي، فبتطلع منه من غير ما يفكر اصلا. يعني انت لما تيجي تقول له انت دلوقتي بتكذب، انت دلوقتي عملت، انت عملت كده، يقول لك لا انا ما عملتش كده، انت اللي ملاحظه هو مش ملاحظ، لانه اتعود على ده. فلما تيجي تقرا الشخص دوت بالظبط، طريقه التعامل دي مهمه قوي قوي. الشخص علشان يتعامل مع اي حد في الحياه لازم يعرف الشخص ده مبني على ايه اصلا، شخصيته عامله ازاي، الشخص ده ضعيف، الشخص ده واثق من نفسه، الشخص ده بيتعصب كتير، ما ينفعش اتعامل معاه بالهدوء بشكل مستمر، يبقى لازم انا ارفع مستوى صوتي شويه. التعامل مع الشخص الكاذب مواجهته بالحقائق ولكن من غير اشاره على الحكم المباشر. ما بتقولوش انت كذاب، لا تعالى بقى خش لي في الدلائل، قول لي انت كنت امبارح فين، كنت كذا كذا كذا، طب تعالى، طب دي بتقول كذا كذا كذا، انت ما كنتش هنا. فتحط الدلائل قدامه. الكاذب بالدلائل بالظبط هيبدا يتناقض اكتر في لغه الجسد، تعالى لي اكتر، ادخل في عمق اكتر في التفاصيل. فبالتالي انا حطيته ما بين قوسين انه لازم مش هيقدر يخرج من العمليه ديت غير لما يديني اللي انا عايزه. على فكره انا احنا بندرب ده ضباط الشرطه في عمليه ضبط النفس، ازاي اتعامل مع المواطنين. لما يجي ضابط الشرطه يتكلم مع مواطن وتلاقي المواطن اتعصب عليه، ضابط الشرطه مش المفروض انه يرد زيه. يبقى لازم في تحكم وضبط النفس. فانت لازم يكون عندك ضبط نفس وانت بتتعاملي مع الكاذب او الشخص العصبي. كمان ما ينفعش يكون بتعصب وتبص له في عينه. انت ممكن تعملي حركه خضوع مؤقت انك تبعدي عن عينه وبعد كده تطلعي في وقت معين، ما ينفعش طول الوقت لا انت كذا كذا وانت كمان اتعصبت عليا وانت عملت كذا، الند بالند. لكن انت تاخدي المواضيع على الهادي ويكون عندك حكمه وطريقه موازنه الامور وضبط النفس، تقدري تتعاملي مع اي حد في الحياه. جميل جدا. تعالى نخش مع بعض كده في الموضوع. ورد إلينا حديثا كتاب الأستاذ محمد مصطفى قوانين التسخير. تعالى بقى أقول لك على حاجة. فضل. أول ما جيت قلت أنا معايا مستر محمد قوانين التسخير، فجأة كده قال لك أشتات أشتوت وابتدت الدنيا إيه الزور يشتغل في اتجاه تاني. قوانين التسخير، طيب خلينا نتكلم كده في الموضوع ده عن شوية حاجات كده، زي هل الموضوع متوقف عند التوكيدات الإيجابية وعند الاستحقاق والامتنان والشكرات والحاجات الجميلة دي كلها؟ على فكرة أنا بقول حاجات، لا 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 أنا عارفة شكرات، شكرة الحنجرة وشكرة القلب وشكرة الحنجرة أنا حاولت أن أنا برضو أفهم حجرك والكلام ده كله، يعني ولا في الموضوع له حاجة يعني بتقال عليه نواميس الكون بتتحكم في حاجات. ما احنا عايزين نفسر بقى الكلام ده للمشاهد عشان يبقى الدنيا سهلة بالنسبة لنا. لازم نوضح الكلام ده، لان للأسف ناس كتير بتتكلم باسم تدريب واسم تنمية واسم تطوير، وهم محتاجين تطوير في دماغهم، يغيروا حتة التطوير دي من دماغهم اصلا، الطريقة اللي هي النمطية الغير موضحة لل الله ينور عليك. بمنتهى البساطة ايه هي قوانين التسخير؟ عندنا في القوانين الحياتية والدنيوية حاجة اسمها قانون الجاذبية. مستحيل تطلعي فوق عمارة وتطلع فوق عمارة وترمي نفسك والهواء يشيلك، يقول لك لا ده غلبان محمد، غلبان سيبوه. لا، قانون هيسير عليك وهيسير على الطفل الصغير. طلعت طفل فوق ورميته من فوق هيسقط، صح؟ قانون الجاذبية. كذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع للحياة قوانين، في قوانين اليسر، في قانون السريان، في قانون المحبة. انت ازاي بتقدر تتعامل مع القوانين دي كلها؟ في قانون الجذب. الجذب مش موضوع اللي انت بتقول الكون ايها الكون الرائع الجميل زي ما بنسمع ونشوف في الجلسات والناس بتعمل، لا هو الموضوع مش كده. الموضوع اللي انت عندك يقين بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه وفاهم ازاي تقدر تتعامل مع مخلوقات الله في الكون وقوانين الله في الكون اللي انا بقى بتكلم فيها. من ضمن قوانين السريان انك ما تكونش عايش بالفقر. فقر في الصحه، فقر في المال، فقر ده عيش دور الضحيه،
فقر في التطوير والثقافة. فإحنا بنقول للناس لازم تفعل السرايان عندك، فده قانون من ضمن قوانين التسخير الموجودين جوه الكتاب. يعني إيه أفعل قانون السرايان؟ قانون السرايان لما بيتفعل عندك بتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في الآية القرآنية، بتقول الشيطان يعدكم الفقر، فقر كل حاجة. في ناس تقول لك الفقير هيخش الجنة الأول حتف، لا لحظة بس، طب ما في غني وبيتصدق وغني وبيحب نفسه وبيحب الآخرين وعايش منعم في الدنيا، طب ما ده الأولوية لأنه تعب واجتهد، ما عادش يقول يا رب اديني وانت نايم على السرير حضرتك هيديك ازاي، انت ما عملتش بالأسباب. فمن ضمن قوانين الحياة وقوانين التسخير انك تعمل بالسبب الأول، سبب الحركة، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. فعملت هتلاقي النتيجة. كل نفس بما كسبت رهينة، دنيا آخر. وإن الله لا يضيع أجر أجر من أحسن العمل، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى هنا قانون السرايان لما أجي أفعله في حياتي أشيل كلمة فقر، ما أجيش أقول والله ده البلد، ده الحكومة، ده ظلموني، ده اللي بيحصل، الشركة رفضتني، ما هو ده كله طاقة منخفضة، ذبذباتك بتنخفض فبتجذب ليك مثلها. كل ما أفكارك تجذب إلى الأسفل فبتجيب من الأسفل. لا ده في ناس يقولوا لك إيه، إحنا بالزبط. رزقنا مكتوب عند ربنا وهيجي لنا، مفيش الكلام ده. إيه ده؟ اقعد انت خليك مريض وما تاخدش ادويه هتموت. بالظبط. يبقى لازم تسعى السعي، ده قانون رباني. والتطور، حركه التطور في الحياه، لو انت النهارده ما اتطورتش عشان تكون مذيع عالمي، لو ما بتفكرش في ده انك تكون مذيع عالمي، يبقى هتفضل زي ما انت مش هتتحرك. فالتطور هو الدراسه والفهم والتطبيق والممارسه والتوكل. التوكل مش موضوع توكلت عليك يا رب. ايوه. لا، التوكل محتاج سعي، محتاج حركه، محتاج توضيح. واضح كده ان استاذ محمد غير لنا مفاهيم انتشر على السوشيال ميديا اخر فتره. موضوع مش عارف، هو اكيد مش طبعا مش سكت حضرتك لانك بتتكلم في اجزاء فيها ركن الروحاني زي ما بنتكلم عليه في الكوتشنج، ركن بدونه كل الاركان هتقع. فما فيش بقى موضوع ان هو كل ما تناديه يناديك. اوضح لك وفكره تفعيل العين الثالثه. خليني اوضح لك انتشرت في جروبات البنات خلال الفتره اللي فاتت موضوع ما تناديه يناديكي وتفعيل العين الثالثه. لو انت غمضتي عينك شويه وريحتي في حاجه معينه وكتاب ذا سيكريت. بالظبط. خلينا نوضح الامر بشكل عالمي. يا ريت. الديانه البوذيه او الهندوسيه او ايا كانت الديانات الاخرى عندهم تقاليد بيتعاملوا بيها، صح كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه حكيمه جدا، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. انت بتسمع ايه وهتتبع ايه؟ خليهم يقولوا زي ما يقولوا ويعيشوا زي ما يعيشوا. انت عندك حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها جواك فيها ابداع وتطور. انا بشوف عندك الابداع والتطور، عندك فيه التأملات الحركية والتأملات الصامتة، بيدخل منها الشقرات السبعة من ضمنهم العين الثالثة. الناس بقى بيستخدموها ازاي؟ يقولك انا هفعل العين الثالثة علشان اشوف الجن واقدر اسخر واعمل. لا يا حبيبي، اسقاط نجمي اسقاط نجمي وروحي خرجت مني. الموضوع بيوصل لهلاوس سمعية وهلاوس بصرية. في رب كريم، موضوع كبير قوي. في رب كريم، موضوع محتاج شرح يعني، لان الناس دخلت فيه ومش فاهمه. العين الثالثة دي هي عين على فكرة، حاجه موجوده فينا، قصد ملكه موجوده في الانسان اول ما اتولد. بس هم انا عايز اقول لك الحلقه معاك جميله جدا، وانا يعني انا بستاذن اداره البرنامج وبستاذن القناه عشان النهارده ختام الموسم بتاعنا الاول. ده المفاجاه اللي انا بستاذنكم فيها يعني مستر محمد بصراحه القعده معاه، ولازم نقول جمله الختام بتاعتنا، اوعى تطلع بالتتر. ماشي. تمام. في سريعا وفي ملخص، العين الثالثه ديت ملكه احنا موجوده عندنا واحنا اطفال، بتفضل عندنا لحد سن 12 سنه. لو انت عارفه هي زي ايه بالظبط، انا دلوقتي عندك حادثه، توقعت شيء معين، التوقع كان عالي عندك قوي، ممكن تحس ايه الهديه قبل ما تشوفيها. فعلا. صح. وانت صغيره بتكون عاليه قوي دي عندك. فلما بتكدبيها وتقولي لا ده صدفه، ده انا عرفت دوت كده محض الصدفه، قدرت ان انا اقول الكلمه قبل ما صاحبي يقولها، لا ده يا عم ده صدفه، فتبدا الملكه دي تنام، فاحنا بنبدا نصحيها تاني. دي حكمه روحانيه موجوده جوانا. الناس بقى بياخدوها ايه اللي هي المنطق بقى اللي هي ممكن تحقق لك معجزات. لا على فكره، ده بترفع الذكاء، قوه الذاكره، الادراك الجيد، ملاحظتك الجيده، سرعه البديهه. وانا قاعد معاكم دلوقتي كل حاجه انا دارسها في الاستوديو وشايفها بعيني، ولو ما شفتهاش بعيني احسها. لا ده الموضوع كبير قوي. انا مركزه جامد. حته ذكاء ابداعي في تطوير المهارات الشخصية واستخدامها كإنسان متزن. فهو ده معنى انك تستخدم طاقتك الداخلية في تطوير مهاراتك الذاتية في التعامل مع الحياة. الحياة سهلة جدا، بس احنا مش دارسين نفسنا، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. جميل، خير ختام استاذ محمد قلبي. احنا لينا عادات كتير. طريقه سهله جدا. الحياه سهله جدا. اعزائنا المشاهدين، هات الكاميرا بقى علينا احنا كده. أيوة. مع بعض. احنا المشاهدين
سعدت بتواجدنا معاكم خلال سيزون كامل مع استاذه بيري. طبعا كان خير ختام وختام ومسك حاجات كده بتنشط عندنا الكريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي بشكل اكتر. ان احنا كان معانا مستر محمد النهارده والحلقه الجميله دي. استنونا كده ناخد بريك شويه عشان الصيف، حتى لو هنصيف في البيت بس خليكوا ستي سيف ستي ات هوم، خليكوا حافظوا على نفسكم. احنا بجد قضينا وقت معاكم حلو جدا، والسيزون بتاعنا انتهى النهارده، كانت اخر حلقه في السيزون. يا رب نكون فعلا اديناكم المعلومات اللي انتم محتاجينها، ويا رب يكون فعلا الضيوف اللي هم اللي تشرفنا بيهم فعلا ادوكم الافاده اللي انتم كنتوا فعلا محتاجينها. هتوحشوني جدا، وان شاء الله في السيزون اللي جاي هيبقى عندنا مفاجآت كتيره قوي وحاجات جميله جدا وشيقه. واستاذ محمد، احنا انا عن نفسي مبسوطه جدا بلقائك النهارده، ولسه في معلومات كتير لان انا النهارده ركزت معاك، انا نسيت البرنامج خالص وركزت مع كلام حضرتك يعني. فشرفتنا. على السوشيال ميديا تواصلوا معانا دايما، ارقامنا بتنزل. السلام عليكم.